هنعمل فطار الصبح كده حلو قوي. مكوناته افوكادو وتوست محمص اسمر وكمان بصل وزيتون وبيض وحاجات كده وجبنه موتزاريلا. فهقول بسرعه على المقادير عشان تكتبوها وهنركب مع بعض وهسيب الدكتور تتكلم. اول حاجه عندي توست اسمر، توست اسمر سموه توست سن زي ما انتم بتقولوا، وعندي كمان افوكادو وطماطم وليمون وزيت زيتون وزيتون اخضر مخلي وبيضه وبصل وبابريكا وجبنه موتزاريلا، كل ده مع الافوكادو. هوريكم بس حاجه سريعه، ان الافوكادو بنقدر يعني دي ثمره الافوكادو لازم نشتريها تكون سنه طريه كده. ازاي نقطع ثمره الافوكادو دي بمنتهى السرعه بس عشان المعلومه دي وبعد كده نستفاد بيها. انا بقطعها كده عشان ما نهرهاش كده، وبعدين ارجع اقطعها كده بقت مثلثه، اربع قطع مثلثين، واجي اشيلها كده البذره طلعت معايا اهي بالراحه، وبعدين هقشر دي كده هتطلع معايا القشره بمنتهى السهوله. الموضوع بسيط جدا، موضوع سهل جدا. هي القصه ان احنا ما نهريش ثمره الافوكادو اكتر من اللازم عشان خاطر انا حبيت اوريكم بس ازاي بنقطعها. هشتغل واسيب بقى الدكتور تتكلم وهنعمل سندوتشين احلى من بعض. وعندنا الحلو النهارده برضو من الافوكادو. اتفضلي يا دكتور. طب احنا انت حضرتك قلت لي هسالك اسئله على الناس بتحب تسالها اللي هي كانت عن العصاير. احنا طبعا الجو حر غير طبيعي. الجو والناس الزيف. بتحب تشرب عصاير، وانت بالزبط. حضرتك قلت قبل كده ان العصاير معظمها عشان ما نظلمش حد الموجوده في الاسواق بتبقى مكسبات طعم. احنا الفرق بينهم النهارده. بس عايزين نعرف الناس ايه الفرق بين العصاير، اعرفها ازاي كمان وانا بشتريها من على الرف اللي في السوبر ماركت، دي كويسه ودي مش كويسه، اعرفهم ازاي من بعض، وغير كده نتكلم احنا نعمل ايه. خلي بالك احنا رمضان خلاص على الابواب، هنعمل ايه في رمضان؟ طيب والناس طيبين يا رب. اتفضلي. دلوقتي بالنسبة للعصاير، وإحنا طبعا عشان الجو بقى حر فالناس متخيلة أن العصاير اللي هي موجودة في السوبر ماركت كلها بتبقى كويسة. الحقيقة نبقى فاهمين بس أن نفرق بينها إزاي. عندنا اللي مكتوب عليه نكتار نبقى عارفين أن ده ما هواش عصير طبيعي، ده عبارة عن نكهات صناعية ومضاف عليها مواد حافظة، وفي حاجات مش مضاف عليها بقى مكتوب ده تمام، لكن اللي مكتوب عليه نكتار يبقى ده ما هواش عصير طبيعي، ده عبارة عن منكه صناعي. دي أول نقطة. طيب نشتري أنهي واحدة؟ نشتري اللي هو العصير اللي مكتوب عليه عصير 100% بيبقى مكتوب كده. دايما الشركات بتكتب على العلب، وده حاجة إلزامية عليها إنها لازم تقول المنتج ده إيه. فاللي مكتوب عليه شراب او عصير شراب طبيعي او مكتوب عليه عصير طازج 100% نعرف ان ده هو ده اللي احنا نشتريه. في ناس تقول طب ممكن ده يبقى سعره اغلى من اللي هو النكتار. دي حقيقه، بس هي الفكره دايما في ناس بتبقى فاكره ان هي لما بتاخد النكتار ان هي خدت فاكهه. يعني في امهات ممكن تقول انا خلاص اديت ابني او بنتي العصير اكنه كل فاكهه، لان الاطفال اكلهم صعب شويه. فعايزين نقول لا يا جماعه، ما تفتكريش ان هم لو خد العصير المكتوب عليه نكتار ان هو خد فاكهه، ده كلام غير صحيح، هو خد نكهات صناعيه وخد سكر بس. كل الناس بتعتقد ان كلمه نكتار دي يعني صحي. لا، نكتار ده يعني منكه صناعي. منكه صناعي. طب انا هستاذن حضرتك معانا التليفون وهكمل مع حضرتك. معانا ام جوزيف، اهلا بحضرتك. الو يا ام جوزيف. الو. ايوه يا شوفي يسر، معاك. الصوت بعيد قوي يا ام جوزيف. معلش الشبكه يا شوفي يسر. طيب اهلا بيكي. اهلا بيكي ونصبح على الدكتوره ليندا معانا. اهلا بيكي، خليها يا رب. ربنا يخليك يا رب. وانا كلمه شكر قليله عليك يا شوفي يسر. اتفضلي. وحياه ربنا كلمه شكر قليله عليك، انت تستاهل اكتر من كده. ربنا يخليك يا ام جوزيف. احنا طبعا موجودين عشان نلبي رغبات حضراتكم. ايوه انا شايفه الافوكادو ده من امبارح مستنياك، خلي بالك. ربنا يخليك، الله يكرمك. ربنا يديك الصحه. بص يا شوف يسرا، اتفضلي. قريتها طلعت الحجم بتاعها كبير وناشف. اللي هي فندم؟ ايه؟ ثمره الافوكادو. مالها؟ قريتها كبيره وناشفه. ناشفه؟ اعمل فيها ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي. لو لقيت الافوكادو ناشف، لو اشتريتيه من السوبر ماركت ناشف، هاتي ورقه جورنان قديمه او ورقه قديمه لفيه بيها كويس قوي، حطيه في مكان دافي
بالظبط يوم او اتنين هتتك عليها تلاقيها طريه زي ما بنعمل مع الموز بالظبط، مع الموز هيستوي ويبقى كويس قوي. بالعكس ده الناشف ده هيبقى احلى من اللي هنجيبه مستوي اصلا، لان المستوي الموجود في السوبر ماركت ممكن يكون بقاله كتير مستوي فيبقى من جواه قطع سودا. طيب يعني يا دكتور كلمه نكتار، بشكرك يا ام جوزيف على اتصالك ورب نكون عند حسن ظن حضرتك. كلمه نكتار اللي احنا بنتكلم عليها دي هل هي يعني منكه صناعي؟ منكه صناعي. جميل. طيب لا، لان في ناس كانت تفكر ان نكتار دي يعني طبيعي. لا. طيب. عشان كده احنا حبينا نوضح النقطه دي، طبيعي يبقى مكتوب عليه عصير 100% طبيعي مكتوب كده. نعم. بس تبقى فعلا ثمنها اغلى، دي حقيقه. نعم. بس هي الفكره انا احب ان الناس تبقى عارفه، يعني انا لما هدي اللي هو النكتار ابقى عارفه ان انا ما اديتش ابني او بنتي ده فاكره ان انا اديته فاكهه. لا خالص، لما انت بتديه العصير الطبيعي اكنك اديتيه فاكهه. طبعا الفاكهه افضل بسبب الالياف، لكن مبدئيا انهي الكبديل للفاكهه؟ لا، اللي هو مكتوب عليه عصير 100%. الحاجه الثانيه بمناسبه طبعا شهر رمضان الفضيل، فان احنا اول حاجه بنحطها في السفره طبعا اللي هي العصاير. في العصاير اللي هي اللي اسمها العصاير السائله وبيتم تخفيفها، او عصاير باودر وبتحط عليها ميه. نعم. فاحنا عايزين نقول برضو كل الحاجات الصناعية دي فيها مشاكل، خلينا دايما في الحاجات الطبيعية. فعايزين نقول في شهر رمضان ما نستسهلش الحاجات السائلة واللي بنخفف والباودر اللي بنحط عليه مية، لا نعمل عصير بس نشكل بقى عندنا. وبعدين في حاجة تانية، في الأعشاب حلوة برضو، في عصائر الفاكهه لطيفه وفي الاعشاب كمان برضو حاجات حلوه. اللي يعني هي زي ايه يا دكتور؟ يعني عشان انا هقول الاعشاب اللي هي زي الخروب، زي الكركديه، الحاجات زي التمر الهندي، كله طبيعي. كل يعني كل العصائر دي الاعشاب حلوه جدا، بالذات لما بتبقى ساقعه بتبقى طعمها حلو قوي. نعم. التمر الهندي برضو طعمه مسكر شويه وطعمه حلو. عايزين بالنسبه للعصير الفريش عندنا الليمون من احسن العصاير، يجي بعد كده البرتقال من الحاجات الكويسه جدا. في ناس ممكن يعني حاجه جديده نضيفها ويجربوها، اللي هو في اللي هو كان الشيف يسري مره عمل لنا اللي هو البرتقال مع الليمون مع الكيوي مع الاناناس، ده من العصائر الكويسه قوي، كنا سميناه ديتوكس لو تفتكر في حلقه من الحلقات. لا انا فاكره الزهايمر ده. لا انا فاكر والله، ان شاء الله ونعمل لهم حاجات ان شاء الله في رمضان تعجبهم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اتفضلي يا دكتور. فده من العصائر الكويسه ونحب ان احنا نحطها. فعايزين نقول وزي ما قلنا لو حد مستعجل وما عندوش وقت يجيب الحاجات المعلبه اللي مكتوب عليها عصير 100%. الحاجات الصناعيه عايزين نقللها من حياتنا شويه، كل ما هو صناعي يا ريت نقلله شويه. خلينا في الحاجات الطبيعيه طبعا هي الافضل، ناخد على الاقل الفيتامينز والمعادن والاملاح اللي موجوده في الحاجات الطبيعيه. ده بالنسبه يعني كحاجه نبذه سريعه عن العصاير. نعم. ما فيش نكتار طبيعي؟ لا مفيش نكتار، مفيش نكتار طبيعي. لا لا اتضح ان مفيش نكتار طبيعي. بيسالوا في نكتار طبيعي؟ لا مفيش حاجه اسمها نكتار. طيب. طبيعي في حاجه اسمها نكتار او شراب طبيعي 100% او مكتوب عليه عصير طازج 100%. نعم. سعره اغلى؟ سعره اغلى، العلبه بتوصل ل 23 جنيه و25 جنيه او لحد 18 فيه كمان. اول معصور فريش يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق تمام. عندنا في تمام. مصر فاكهه غير طبيعيه، فليه ما نستعملهاش احنا؟ هو في ساعات الناس بتبقى مستعجله او بتفتكر ان الحاجات الثانيه بتبقى طعمها احلى، الحقيقه لا مش طعمها احلى ولا حاجه. طيب دكتور بس احنا معلش احنا اسفين احنا هنستاذن حضرتك، انا بس هقول لهم احنا عملنا ساندوتش، خدنا افوكادو حطينا عليه بصل وشويه من الزيتون وشويه عصير ليمون وشويه زيت زيتون وشويه ملح وطحناه وحطيته وحطيت عليه شريحه طماطم وشريحه من البصل وشويه جبنه موتزاريلا. اما الثاني فانا عملت كده زي ما انتم شايفين اهوت، افوكادو شرايح وعليه زيتون وعليه طماطم وعليه بصل برضه اهو، حاجات خفيفه قوي وطعمها حلو جدا، وهنحط عليه البيض وجبنه موتزاريلا وندخله في الفرن تحت الشوايه، الجبنه تسيح بس وبعد كده نوريه لكم ان شاء الله بعد فاصل سلام. محدش يروح في اي مكان، الاكله اللي جايه حلوه قوي، فيها مكرونه احنا كنا بنتخانق انا والدكتور عليها امبارح، اما نرجع هنقول لكم اتخانقنا ليه، خليكم معانا.